بسم الله الرحمن الرحيم. ما هي الحالة التي يحق فيها للمؤجر طلب إخلاء المستأجر حتى ولو لم يخل المستأجر بأي التزام وقع عليه؟ يعني إمتى المالك يقدر يطلب إخلاء المستأجر لو حتى المستأجر ما خلش لا بيدفع الإيجار ملتزم بكل شيء موجود عليه نص عليه القانون؟ تمام؟ هناك حالتين. الحالة الأولى لو العين هلكت، جت العين هلاك خلاص هلاك كلي، ففي الحالة دي العقد بينفسخ من تلقاء نفسه، فبالتالي يحق للمالك ان هو يقدم. لو هو في جزء من العين موجود وحاطط ايده وحاطط منقولات وعايز يعرف يخلي العقار او عشان يطلع له ازالة او غير ذلك. طيب الحاله الثانيه وهي الاهم اللي هي الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه، هي الحاله اللي نصت عليها الماده 22 من القانون 136 لسنه 1908، اللي هي حاله بناء المستاجر عقار بعد استئجار العين تزيد عدد وحداته عن 3 وحدات سكنية. طيب هنا ازاي بقى العقد بينفسخ او ليه حق المالك انه يطلب اخلاء المستاجر في هذه الحالة؟ لان هنا في المادة دي بتدي للمستاجر في حالة اذا قام ببناء عقار تزيد وحداته عن 3 وحدات سكنية داخل بلد الواحد، الحالة دي يخير بين امرين، يا اما ان انت بتيجي توفر مكان في العقار كمستاجر، توفر مكان في العقار اللي انت بنيته للمالك او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية مكان ملائم، أو الأمر التاني إن أنت تخلي العين المؤجرة اللي أنت مستأجرها من هذا المال. تمام؟ طيب في حالة إذا قام المستأجر بإسقاط حقه في الخيار، أو النهاردة ما قال أنا مش هختار وساب الوضع على كده، فهذه الحالة هو أسقط حقه في الخيار، فبالتالي بينحل التزام القانوني اللي هو بيديله حق إنه يختار، فبينفسخ العقد بقوة القانون. طيب إيه هي الشروط اللي بتتكلم عنها المادة عشان أقدر أنا كمالك أطلب إخلاء المستأجر؟ هل انا بطلب فسخ العقد ولا بطلب اخلاءه او بطلب تاخيره ان هو يوفر لي مكان؟ الصح ان انت بتيجي بتطلب القضيه بتطلب اخلاءه باعتبار ان العقد انفسخ بسقوط حق الخيار، تقول ان انا ابلغته واخترته رسميا ان هو يوفر لي مكان تاني او يسيب مكانه ولكن لا ولكن لم يمتثل. طيب ايه هي شروط الماده دي؟ يعني وامتى يحق للمالك ان هو يطلب اعمال هذا الامر او نص الماده 22؟ واحد، إن تكون العلاقة الإيجارية طبعا تكون خاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن، يعني العقارات المؤجرة قبل 31/1/96، تمام، مش بتطبق على القانون المالي. تاني حاجة إن يكون العقار، إن يكون المستأجر بنى العقار ده بعد وقعة استئجار وليس قبل، يعني أنا باني عقار سنة 40 سنة 50 ورحت مأجر شقة سنة 70، يبقى ما يطبقش عليها النص. لكن أنا استأجرت شقة منك السنة دي، أجرت الشقة منك سنة 60، رحت باني عقار سنة 70، ينطبق عليك النص. طيب، الشرط الثالث اللي هي مواصفات العقار نفسه اللي هو بناه، ليها شروط. أول حاجة لازم العقار ده يكون داخل ذات البلد، يعني لو العقار ده في القاهرة يبقى في القاهرة. العين المؤجرة في القاهرة يبقى العقار في القاهرة. العين المؤجرة في اسكندرية يبقى العقار يكون مبني في اسكندرية. طيب، الأمر الثاني لابد إن يكون العقار دوت مبني عدد وحداته تزيد عن 3 وحدات. يعني يكون مبني اكتر من 3 وحدات، ما ينفعش تقول هو 3 بس، يعني يكون 3 وحدات يبقى 4 وحدات. طيب الاربع وحدات دي اشترط ان يكون سكنيه، ما ينفعش تيجي النهارده تقول لي ده هو يعني 4 محلات وثلاث شقق، لازم يكون الاربع وحدات بالكامل سكنيه. طيب الامر الثاني، نفترض النهارده هو شاري اشترط طبعا في المكان اللي هو بناه ان يكون معد وصالح للانتفاع، يكون البناء تام، لكن واحد عمل هيكل خرسانه وما كملش، خلاص ما انطبقش عليه النص. لكن هو لو اقامه وتم البناء بالكامل واصبح صالح للانتفاع واصبح معد للاقامه ينطبق عليه النص. طيب بتقابلنا بعض الحالات العمليه في الشغل بتبقى عباره عن مثلا ويجي واحد مستاجر يكون مشارك اخر في بناء عقار. انا جبت واحد شريكه وهو بالارض وانا مثلا بالمال او بالعكس، وقلنا نبني العقار. طلع عدد العقار ده مثلا 6 وحدات. هل ينطبق النص هنا على المستاجر؟ ابص للاتي، هل حصته بعد وقت البناء دي تزيد عن 4 وحدات؟ يعني 3 وحدات فاكثر يعني 4 وحدات ولا لا؟ لو لقيناهم انهم 4 وحدات وسكنيه يبقى في الحاله دي ينطبق عليه النص واطلب اخلاءه. طيب تخلي بالك برضو من حاجه ثانيه، لازم تفرق بين ان انا اكون ابني عقار وان انا اشتري عقار. لو انا بشتري ما ينطبقش عليه النص. لو انا ورثت ما ينطبقش عليا النص. طيب في حاجات تانية بتقابلنا برضه، يجي بعض المستاجرين يتحايل على هذا النص،
يعني اروح جايب هنا عقار وحدات واربع وحدات فاكثر 10 شقق 100 شقة ايا كان العدد، عشان يهرب من النص يروح مغير غرض الاستعمال يخليه بدل ساكن غير ساكن. المحكمة بتتعرض لو اتحققت ان هو كان ساكن وتحول بغرض التحايل على نص المادة 22 بتطبق عليه النص. في البعض يروح جاي يعمل ايجار، يعني المحكمة بتشوف الامر اذا كان بغرض التحايل بتطبق عليه النص. طيب انا النهارده كمالك عندي الحالة دي بعمل ايه؟ برفع دعوة اخلاء واقول للمحكمة ان انا اعلنته بالخيار وبطلب اخلاءه او يعطيني مكان ملائم في العقار التاني. الطلب الختامي انا لما اجي اكتبه يعني من وجهة نظري انا الخاصة لسماع الحكم باخلاء العين لانفساخ العقد بزوال حق الخيار وسقوط حق الخيار اعمال المادة 22 من قانون 136 سنة 81.